السيد المنسق الإقليمي المحترم السادة وكلاء اللوائح، السادة أصحاب المنابر ومراسلي المنابر، في حزب التجمع الوطني الأحرار الصفحة الجديدة على مستوى أن يكون هناك تواصل بين الحزب وبين الإخوة الصحفيين الذين نعلم يقينا على أنه لا يمكن أن يكون أي إشعاع بناء وفاعل إلا بإشراكهم ومحاولة أن يكونوا هما طرف مشارك في بناء المواطنة. شكرا لحضوركم، ونسأل الله عز وجل أن يكون بلدنا الحبيب المغرب بلد استقرار، بلد البناء، وحزبنا جزء من لبنة البناء وراء الإرادة الصحيحة للجلالة. اليوم الحزب راهن على الإصلاح. أول حاجة هي رفع سقف الميزانية ديال الصحة باش نقوموا نشوفوا واحد يعني المستشفيات في المجتمع. اليوم كاين قوانين، اليوم عدزوا الناس القانون الأخير هو السماح لبعض الأطباء خارج أرض الوطن، يعني الأطباء يعني منسوب الجنسي باش يجيو يمارسوا الإشكالية الحقيقية هو العنصر البشري في التصوير وفي المستشفيات، وهذا أقل شيء من الثمن. فهناك بطاقات كتبت بطاقة العميد، وعرفنا بأن هناك إشكاليات كبيرة بطاقة العميد، اليوم تبدلت هذه البطاقة وصل لها تأكيد ديال رعاية. بالنسبة للشيء وهذا كان إكراه حقيقي، دل بأن طنجة هي ثاني قطب اقتصادي، وإذا قلت ثاني قطب اقتصادي لها الحق المغاربة كلهم يجيو يخدموا في طنجة، لكن بدينا كنشوفوا بأن الإشكال الحقيقي اللي وقع في مدينة طنجة هو مستوى التعليم المتدني داخل الإقليم، ما كيعطيش فرصة من هذاك الطالب خارج الطالب من هذيك قد ما كيعطي واحد الطالب خارج مدينة طنجة. وهنا كنشوفوا بأن بعض المرات كتطلع الأصوات كتقول لك أنا خلقت في المدينة، ترعرعت في المدينة وما عنديش فرصة باش ندخل. هنا إشكالات حقيقية ما راحش متوازنين، وإشكالية ديال التعليم، إشكالية ديال التشغيل اللي بسبب بينهم إشكاليات حقيقية. ففي ظل هذا أنا بالنسبة لنا الدور ديال التشغيل عرفنا بأن ما يفوق 600,000 منصب شغل في ظل هاد الكورونا، الله يدفع علينا مشات. فالتحدي الأول اللي رفعوا برنامج الانتخابي ديالنا هو التشغيل ديال مليون، يعني مليون في اقرب وقت. لا نقولكش بان في هاد 5 سنين عندنا مليون، ولكن انا كنظن بان نبقى عندنا اكثر ان شاء الله، ولكن هذا التزام وتعاقد مع برنامج ان شاء الله ولا تصدرنا يعني من الحكومه في المنصب ديال التجمع. فاحنا كنتعرضوا مع المغاربه كنقول بان هناك شيء يعني مليون ديال الشخص ان شاء الله. تطوير مخططات استراتيجية تنموية في المجتمع. هنا لابد نفتح هذا القوس. أعتقد بأن لولا قلنا لولا يعني واستراحت ولا كنت تعمل واحد البرنامج ولا تعمل واحد الحصيلة وتنسبات لواحد الحزب. أعتقد بأن اليوم لولا في صاحب الجلالة المدرة ديالو هذه المدينة بتعاطف ديال المدينة في ظل الميزانية ديال طنجة ديال باش عرفوا في طنجة ماشي يمكن نبقوا على الوجه ونقولوا بأن اليوم هذا التجمع في واحد العدد ديال 5 سنين واحد التدبير اللي خصنا نحرصوا عليه في التدبير ديالو ان شاء الله مستقبلا، كيفاش نحافظوا ونطوروا كل ما هذا المعالم وكل هذه الانجازات اللي حققها صاحب الجلالة بنفسه في ظل هاد 5 سنين اللي جا ان شاء الله، و إصلاح ما يمكن إصلاح. ما درناش ما درتوش ما تكلمتوش على الإشياء ديال الاقتصاد اللي وقع في الجزء ديال الجسم والجوهر. الحال ديالنا أعتقد بأن اليوم مدينة طنجة تستحق إلى التنوير، لا من الناحية البيئية ولا من الناحية. فالرهان ديالنا اللي رافعنا بأن اليوم هذو بعض البرامج مع الآخر يمكن بعض الخدمات اللي مشيت أنا خرج خرجت أخرى، ولكن على كل هذا الرهان ديالنا هو تحقيق ما يمكن تحقيقه بالنسبة اليوم. إذا تشوف كتعملوا بعض الأشياء 5 أشياء ما يمكنلكش تسويهم. أظن بأن الرهان مدينة طنجة ولا ما صلحناش المنظومة سورتو إلى كل توسكي لوجيستيك، فعملنا هنا عامين 3 سنين على الخطة، أنتم عارفين بأن
مدينه مرتده، مدينه عندها الهوامش ديالها مناطق صناعيه، كتشوف هذيك الترونسبور بيرسونال كيفاش كيمشي وكيفاش كيمشي ما فوق اليوم هذا، فالحمد لله عندنا الترونسبور بيرسونال ما كانش هذا لوكالتي، فاعتقد ان اليوم الاصلاح ديال هذه الاشكاليه ديال الترونسبور مشكل حقيقي استراتيجي. بغينا نخرجوا اول خرجه واول يعني خلفه هي نجيو نتواصلوا معكم كاعلاميين داخل هذا الاقليم هذا اللي نوصل لكم صوتنا وكيفاش باغي نخدموا وشنو هما البرامج ديالنا ان شاء الله اللي باغي نخرجوا بها عند مواطنين الطنجاويين والطنجاويات اللي كينتظرونا اليوم وكينتظرونا في تله هذه الحمله ان شاء الله 13 يوم. لابد ما نوقف وقفة التأمل وكنشكركم على كل ما قدمتوه للتجمع الوطني الأحرار في هاد الفترة كلها ديال 4 سنوات ونصف على 5 سنوات اللي واكبتونا على العمل اللي قمنا به داخل هذه المؤسسة الحزبية واللي رفعنا تحدي، واعتقد بان هذا التحدي ان شاء الله ما بقينا الا مسافة ديال 13 يوم وعينزل على الارض الواقع. من هذا المنبر وجهوا نداء الى كل الطنجاويين والطنجاويات بان التجمع الوطني تغير، التجمع الوطني هيكل نفسه، التجمع الوطني أصلح بيته الداخلي، التجمع الوطني رهن إشارة في تدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني، فلكم كل التقدير منا ولكم كل احترام منا بأن مدعوين باش تمشيو تصوتوا على ما بغيتوا، ولكن نحن عندنا برنامج اللي هو طموح، عندنا تعاقد معكم وسنحاسب إن شاء الله إذا أعطيتونا صوتكم بأن سنحاسب الفترة من هنا خمس سنوات، حيت برنامج مبني على أرقام، مبني على حقائق، حيت هناك تدبير اللي كان في بعض الوزارات ديالنا لحسن التدبير ديالنا، وعرفنا بأن الجائحة اللي كانت دازت كان هناك بعض الوزراء من الحكومة وهم تجمعيين اللي واكبوا معنا، ونقولوا بأن شكرا لهم كل هذه الوزارات ديالنا اللي واكبوا هذه القطاعات، والحمد لله بلادنا كانت بلدان رائدة واللي الحمد لله كانت الاقتصاد ديالها بدا كيتحرك وخاف كل الاكراهات اللي كتعيشها، فخصنا تدبير محكم، خصنا رجال وكفاءات مميزين باش يدبروا الشأن المحلي. فالتجمع الوطني حرص ان يكون هناك مناضلين ومناضلات في داخل هذه اللوائح في المستوى العالي، فشكرا لكم وجميعا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.